حجة وأقوى دليل، المحقق للسعادة في الدنيا والمؤمن يوم الرحيل، التي ذكرها الله عز وجل على لسانه في قوله مخاطباً لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لأرض الله، والمصارعة إلى تلبية طلبات الله مع استرخاص كل شيء في سبيل الله، كما عبر عن ذلك بهجرته وتوكله وحمده وصبره وصدق جدله وسعة كرمه وتربيته لنشئه وإصلاحه لذريته وتقويم لسلوك زوجه. ندعو بها إلى أقصى المكرمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.